معنا اليوم الفنان اللي غنى هومي بلوكي النمره بلا ما تصوني، ايوب افريكانو. سي ايوب السلام. عليكم السلام. قبل ما نبداو، الاسبوع اللي فات عطيناك سامسونج اسيت. اياه عطيتو للتليفون هوم هاو، ولكن ما قلناش لك علاش. لا ما قلتو لي حتى حاجه. اليوم غادي توري لكاع لي فان ديالك كيفاش كدوز السيمانه بالتليفون. كاع لي فان ديالي نوريهم كلشي. كلشي ماشي كلشي، المهم نوريهم. سال على الله. واجد واجد يا لحم. شنو هي اخر صوره خديتي؟ اخر صوره خديت الصوره هذه كانت في طنجة، فواحد البلاصه عزيزه عليا بزاف، مرقاله، وتما تصورنا التصويره هذه. شنو الموسيقى اللي عندك في البلاي ليست؟ ايماجين دراغون، الالبوم ديالو من الاخر سمعته كامل من اتان زيد، وكنعاود نسمعو يوميا يوميا. شكون اقرب وحده ليك في العائله؟ الاخت ديالي. هاي دابا هي كتهضر معايا. هاي شنو اخر ابليكاسيون تيليشارجيتي؟ اخر ابليكاسيون لويز، حيت في كازا ما كنعرفش الطريق، خصني ضروري لويز باش كتوريني الطريق من دوس. فين انا؟ انا الصراحه ما كنفهمش في كازا بزاف، دابا ما كانش هذا راه ما نمشي شي مره. شنو الابليكاسيون اللي كتستعمل باش تواصل مع لي فان ديالك؟ سناب شات. مني اليكم. لو جو اللي كتلعب فيه بزاف؟ اي الرالي. اشنا هو اخر ميساج صيفتي؟ صيفتو الاخ ديالي بلال، قال لي صرد لك كود دلوي في ستوديو، وصيفتو له قلت له سلم لي الوالده بزاف. كيف جاك سامسونج اسيت؟ صراحه واعر بزاف. اول حاجه شبرته، ضربت به سيلفي، عجبتني الكاليتي ديالو مزيانه، ومن ديك الساعه دوزت، حيت انا كتعجبني المزيكا بزاف، عمرته بزاف بالموسيقى، مضخم داكشي باتري يا سلام، وعاد طاح وما وقع له والو.